طائر النورس، هذا الطائر الجميل اللي نشاهده دائما موجود، واغلب اللي يروحون يعبرون من الكرخ للرصافه بهذه الفترات ايام الاستراحه الجمعه السبت يشوفون طائر النورس، اللي يروحون الى المتنبي يشوفون طائر النورس، اللي يروحون الى سوق الغزل يشوفون طائر النورس. طائر النورس مكانه دائما يكون مجاور الانهار، هذا الطائر الجميل وصوته الجميل مواطن من واسط ينقذ طائر النورس وينقذ رجله، وبعد ما انقذ حياته وانقذ رجله طار طائر النورس. تعالوا انا نشاهد الفيديو ونتابع سويا. ومع ارتفاع طائر النورس ومحلق في السماء